كلينيكال سيتويشن ممكن تقول العيان ده عنده ستروك ولا لا. حوالي 80 ل 90% من الاحيان بتبقى الامور سهله، الامور ستريت فورورد. وقت من الاوقات الامور بتحتاج سم سورت اوف سيمبتوم. عشان كده هنحاول نفهم بقدر الامكان ايه الموست كومن كوز اللي ممكن تيجي بحاجات زي ستروك او تي اي. اول حاجه لازم نعرف الترم ستروك اند تي اي ميمكس، هو كل حاجه تشبه سيريبرو فاسكولار ستروك، تمام، سواء نتيجه سيستميك او نتيجه سنترال نيرفس سيستم كوز. اهميه القصه ان انا لازم اعرف في وقت قليل هل دي ستروك ولا لا. جت في السنين الاخيره مع دخول الثرومبوليتك ثيرابي كنيو مانجمنت فور سيريبرو فاسكولار ستروك. في سنة 1995 في واحد اسمه ليبمان ومجموعة تانيين عملوا ستادي عشان يعرفوا نسبة الحالات اللي ممكن تبقى شبه مع الستروك قد ايه. وصلت تقريبا لحوالي 19%، يعني احنا بنتكلم في واحد من كل خمس عيانين تقريبا ممكن يبقى يجي البرزنتيشن زي الستروك وهو في الحقيقة مش ستروك. كان اكتر موست كومن برزنتيشن unrecognized seizure with both ectal deficit، ودي كانت حوالي 17%. systemic infection كانت حوالي 17%، brain tumors 15%، toxic metabolic disturbances 13%، وفي حاجات تانية كتير. عشان كده عشان نجاوب على السؤال الأولاني اللي هو إزاي ستروك، لازم نجاوب على سؤالين. السؤال الأول، هل ده focal ولا non focal neurological deficit؟ السؤال الثاني، هل دي ستروك أو تي أي إيه ولا حاجات تانية تشبه؟ هنجاوب على السؤال الأولاني فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت هو اي حاجه تنتج من فوكال ديسفانكشن في البرين، وبالتالي هي ممكن تاخد تحت كاتيجوري من الكاتيجوري. اول حاجه موتور سيمبتومز، العيان يجي يشتكي من ويكنس وكلامزنس موفمنت. وعايز اقف عند نقطه، مش كل ستروك من الدي جي خلاص. ايفن انا ممكن العيان يجي جاست ريست دروب، بيسموه سوتو ريديال بولس ريست دروب، تمام، يشبه خالص الانترنت بتاع ريديال، تمام، في السبايرال جروب. في حاله زي كده دي بيبقى ليجن في الموتور كورتكس، تمام، افرقه من الراديال اللي بيبقى معاه فينجر فليكسور افكشن اللي هي ما بتاخدش من الراديال. فنحط في بالنا دايما ان مش كل ستروك هي مبارس الاهم ليجن. البرزنتيشن الثاني في الموتور ممكن يبقى هيبل زي ما قلنا على وان سايد بايلاترال ارم او ليج ديزيز. الستروك او تي اي ممكن تيجي برزنتيشن زي السبيتش او لانجوج ديستربنسز، مش قادر يعمل كومبريهنشن، مش قادر يعمل اكسبريشن للسبيتش بتاعه، ايفن حتى مش قادر يعمل ريدنج او رايتنج او كالكيوليشن. كل ده ممكن يبقى ستروك. السنسوري سيمبتومز، اي اولترنج فيلينج على وان سايد اوف ذا بودي بعتبره ده فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. فيجوال سيمبتومز، وخلي بالي من الفيجوال سيمبتومز اللي بتيجي في عين ستروك، يا اما كومبليت اوف لوس اوف فيجن في وان اي، يا اما كومبليت لوس اوف فيجن في بارتس اوف تو ايز،